الجيش الوطني التونسي الشعبي مؤسسة جمهورية أثبتت حرفيتها وحيادتها ونجاعة تدخلاتها إزاء كل الأزمات التي مرت بها البلاد التونسية منذ تأسيسه إبان جلاء المحتل الأجنبي. ولكن استهداف المؤسسة العسكرية ومنتسيها خلال الحقبة الدكتاتورية لم يفرز سوى أزمات اجتماعية وضحايا الاستبداد وتطهير المؤسسة وإضعافها. هذه الوقائع مثلت دافعاً لتأسيس الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين ذات الأبعاد التضامنية والاجتماعية لمنتسبي المؤسسة. الجمعية تأسست يوم 15 ماي 2012. من يوم 15 ماي إلى يومنا هذا يوم مؤتمر الصفاقس 18 أوت 2013 هناك عدد 980 من خرطب الجمعية من مختلف الرتب. هدف الجمعية يعني قلت أولاً نصع هدف اجتماعي. ما معنى اجتماعي؟ يعني باش نعاونوا كل الأيتام في المناسبات المدرسية والأعياد، نعاونوا الأرامل، فتدخلنا حتى في خلاص كراء مسكن، لأنه يعني الأب تلقاه 101 والغلاء المعيشة ما خلتهمش باش ينجموا يوفقوا بين المعيش بين المعاش وبين الكراء. ندخلوها، عملنا كذلك زاد برنامج ترفيهي للكبار واللي يستحقوا الترفيه، اللي يحبوا الترفيه، مش اللي يحبها نسكت يستحق الترفيه، فماش واحد ما يستحقش، اما اللي يقدر على الترفيه كيف رفعوا منعنا من الترفيه. عملنا اساتذه بينيفول يعني متطوعين اللي هم دخلوا اعضاء شرفيين في الجمعيه وقاعدين معناه يدرسوا ويقريوا ويدرسوا وليداتنا بلاش في المكاتب الجهوية والمحلية اللي بعثناها في كامل الجمهورية. الموارد أولا بالدرجة الأولى تعتمد على الاشتراكات الشخصية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية على تبرعات أهل الخير وأهل عنا ناس كنت تبرعوا كتمشي له وتشرح له أهداف الجمعية وتقول له راني جمعية عسكرية، يقول لك بالنسبة لي أنا ما غير ما تكمل تشرح لي العسكر بالنسبة لي أنا خط أحمر وتفضل يعطوني بكل صراحة. المنظمة الناشئة شرعت خلال الفترة القليلة الماضية في تركيز فروع لها بمختلف ولايات البلاد على غرار فرع صفاقس الذي انعقدت جلسته التأسيسية صبيحة اليوم الأحد بدار الثقافة بباب بحر. نرغب في الترشح قصد مساعدة المتقاعدين، هو المتقاعدين في الفترة متاع التقاعد يحس بروحه أنه انعزل على المجتمع، انعزل على المجتمع المدني، ويحس روحه كأنه معاش كالإنسان اللي ناشط. حبيت نترشح للرئاسة على أساس مش نقوم بالعمل اجتماعي إنساني. هذا المؤتمر كان فرصة للتعارف والتلاقي بين الأصدقاء والزملاء العسكريين وتبادل الحوار وطرح أهم المشاكل التي يعاني منها جل العسكريين. أنا مش نترشح للجمعية هذه لأني لاحظت كون معنا العسكريين عند مغادرة صفوف الجيش يلقوا مشاكل كبيرة باش يحلوا مشاكلهم اليومية. زد على ذلك أنا حالة خاصة، أنا عشت 22 سنة اضطهاد لأني اتهمت بزعامة براك ساحل المسرحية الكبيرة اللي عملها المخلوع، وكنت معناها 22 سنة هذين كانوا كلهم معناها سجون ومراقبة إدارية، ولا عندي ما عنديش حق باش نكلم لا المتقاعدين العسكريين المتقاعدين لا العسكريين اللي تحت سلاح. وبالتالي معناها شفت الظلم والهوان والوا من حياتي كاملة. وبالتالي توا بمناسبة الثورة المباركة تحت لي باش نشوفوا خياني العسكريين المتقاعدين وباش معناها نلموا بعضنا ونتواصلوا ونحلوا مشاكل بعضنا، والصدمة هي اللي عنده مشكلة نتلموا معاه ونعاونوه. احنا معناها جميع العسكريين المنتفعين بالعفو العام كلهم رجعوا للخدمة متاعهم، ما رجعوش للخدمة متاعهم بخلاف معناها الوظائف الأخرى، التعليم، التجهيز، الأمن، كلهم معناها رجعوا للمهنة متاعهم. العسكريين المظلومين في عهد بن علي وقاعد تغافل عليهم وما رجعوش للخدمة متاعهم، بل أكثر من ذلك ما عطاهمش حتى أدنى حق معناها للعيش هو التقاعد. كذلك معناها المنتفعين بالعفو العام أيضا
الابناء نتاعهم اندفعوا بالانتداب الوظيفي. والانتداب الوظيفي انا معناها شاركت فيه، ولكن لحد الان معناها بدون من غير ما ثم حتى رد، من غير حد ثم حتى جدوى. المؤسسة العسكرية بتونس والجيش الوطني خاض معارك ميدانية وتنموية بعيدا عن كل الحسابات والمزايدات السياسية، رغم الإنهاك والاستنزاف لمقدرات هذه المؤسسة ورجالاتها على غرار افتعال أزمة براكة الساحل وغيرها من محاولات الزجي بها في الشأن السياسي، ولا سيما من خلال ما تداولته بعض المواقع الاجتماعية من محاولة دفعها إلى الانقلاب على الشرعية أو استهدافها من خلال الأعمال التخريبية أو الإرهابية التي قدمت شهداء وضحايا لم تزد إلا استبسالاً في حماية الثورة والحمى والظهور والذود عن مقدرات الأمة وعزة تونس.